القطاع الخاص هو أحد الركائز الأساسية في التنمية، سواء بمفهومها الاقتصادي الذي يتمثل في تطوير التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمال والاقتصاد بشكل عام، أو بمفهومها الاجتماعي الذي يتجلى في تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها وصقل مهاراتها العلمية والعملية وإيجاد فرص عمل متجددة وتقديم حوافز تشجع على الالتحاق بالعمل في هذا القطاع. ومن غير المقبول، وهنا يأتي الدور الكبير لأبنائنا وبناتنا من الآن فصاعدا. وأنا حقيقة سرني كثيرا وكنت أشاهد على التلفزيون وأستمع بعد انتهت الندوة من وأعلنت القرارات التي باركناها، أنه بعض شبابنا يقول الآن أن الكرة أصبحت في مضربنا، وهذا شيء طيب. هي الكرة أصبحت في مضربنا، هم قالوا هذا الكلام، وسرني حقيقة ما سمعت، سرني كثيرا، لأنه يعني أحسوا بالأهمية، أحسوا أيضا أنه هناك كل ما هو ممكن أن يساعدهم ويسندهم ويأخذ بيدهم أصبح متوفر، وسوف يتوفر أكثر ما في شك إذا هم اهتموا وإذا هم أثبتوا جدارة في هذا الشأن، في الإسناد والرفد والمعونة هذه ستكون مستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن هذه شيء طيب، لأنهم هم أنفسهم هؤلاء الشباب والشباب الكرة في مضربنا خلاص. فهذا شيء طيب، هذا يعني أمر أعتقد أنه يعني من سمعه سره يعني. حينما يسمو الطموح لتحقيق الريادة والتميز، فإن كل عقبة تسهل وتهون أمام الرغبة والإصرار والتحدي. منذ البداية كان الهدف واضحاً ومحدداً، وهو إنشاء شركة قوية لها ثقلها ومكانتها، والاستفادة من تبادل الخبرات بين المؤسسين وتقليلاً لنفقات المترتبة على العمل بشكل أحادي ومفرد، وفتح آفاق أوسع لتطوير العمل بكل جوانبه. ارتبطنا كعمانيين عبر تاريخ حضارتنا بالبحر، وكان بكل موجة منه حكاية يرويها السلف للخلف، ولا تزال ذاكرة الماضي تختزل أمثلة مضيئة من الشهرة والشموخ. فهذا طريق الحرير، وذلك ابن ماجد، وتلك مواني إفريقية والهند والسن وغيرها بارزة خالدة. لأجل هذا كان اختيار البحر الآمن، فالبحر له علاقة بالمواني ماضيا وحاضرا، وله دور بارز في التبادل التجاري بين عمان والعالم من أقصاه إلى أقصاه. أما الآمن فهو عنوان الثقة المتبادلة التي نوليها لعملائنا وزبائننا، وما تتصف به الشركة من مصداقية وشفافية وأمان، وتولي ذلك كله جل اهتمامها وعنايتها وتحرص عليه. لقد باتت الشعارات في عالم التجارة والأعمال ركناً مهماً في التسويق والجذب، فكل مؤسسة مشهورة في مجال الاقتصاد أصبح لها شعاراً يمثل هويتها ويعكس طبيعة عملها ويميزها عن المؤسسات الأخرى. موج البحر الأزرق بما يمثله من دلالات واضحة على ارتباط الشركة بالمواني والتجارة والتبادل التجاري. أما الخطوط المنحنية والمتقابلة والمتداخلة فإنها ترمز لدرع الوقاية والأمان والمصداقية مع العملاء من كل الجنسيات، وهذا دليل على الحرص الكامل من الشركة في إرضاء كل من تقدم له الخدمة من أجل أن تحظى بانتشار أوسع وترسم السمعة الطيبة في أوساط كل المتعاملين معها. هذا وقد تم تسجيل الشعار في حماية الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة لحفظ حقوق الشركة مستقبلاً.
يعتبر التسويق للمنتجات والقيام بالدعاية لها والإعلان عنها من الأمور الأساسية الهامة جداً في مجال العمل. وشركة البحر الآمن كانت ولا تزال تقوم ببذل أقصى جهودها من أجل التعريف بالشركة وجذب العملاء، حيث تقوم بالتسويق لمنتجها الخدمي عند الشركات ذات العلاقة، وذلك من خلال الزيارات الدورية وكذلك إنشاء موقع إلكتروني للتواصل مع العملاء والقيام بالدعاية والإعلان للشركة واستخدام طرق جديدة للوصول للأهداف المنشودة. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم خالد بن علي بن جمعه الفزاري، مدير تنفيذي شركة بحر الأمن للتجارة. عملنا تخليص جمركي ونقل البري. لله الحمد تمكننا في فترة وجيزة من فتح أكثر من فرع الميناء صحار، منفذ حفيد، منفذ البجاجة، منفذ وادي الجزي، ومنفذ خطمة ملاحة. وصلنا للتعمين 100% وكانت من سياسات الشركة ولله الحمد. عملنا شعار للشركة وتم تسجيله في وزارة التجارة والصناعة والحماية الفكرية. للشركة أنشطة اجتماعية وخيرية على مدار السنة، نساهم مساهمة مباشرة لخدمة المجتمع. التشكيل الإداري أقوم بمهمة رئيس تنفيذي للشركة. عندي شركاء اثنين، سالم حميد المعماري مدير العمليات والتخليص الجمركي، وشريك الثالث عادل المنصوري مدير الشؤون الإدارية المالية. كما يوجد لدينا الفاضل بشار العلي مدير العلاقات العامة وشؤون الموظفين، ومدير منفذ الوجاجة سيد سيف، ومدير منفذ الجزي عبد الله الماس. نهدف مستقبلا ان نفتح فرع في ميناء الدقم، ميناء حيوي، وهذا طموح الشركه ان شاء الله. وطموحنا ان نزيد في عدد الموظفين مستقبلا، وهذا ما يتم ان شاء الله. يمثل الموظفون لاي مؤسسه قلبها النابض والشريك الاساسي في انجاز الاعمال والرافد الاكبر لتطوير العمل والرقي به. الكفاءة والخبرة والحماس كانت كلها صفات انتقينا موظفينا على أساسها، وحالما تكون الرغبة والدافعية والتميز موجوداً لدى الموظف فإن العمل سيسير بخطى ثابتة ويحقق كل ما رسم وخطط له. تتوزع فروع الشركة بين الميناء والمنافذ الحدودية الأخرى، وهي الوجاجة والجزي، ويتوزع الموظفون فيها مع إعطاء هذه الفروع كامل الصلاحيات من خلال الإدارة الذاتية اللامركزية ومنح الثقة الكبيرة لموظفينا إدارة الفروع مع المتابعة المستمرة من قبل إدارة الشركة.